الله يتجدد اللقاء والترحيب بحضراتكم في صباح هذا اليوم. انطلقت أشواط الثنايا بعد إكمال الجولة الأولى بالنسبة للأربع الأشواط الماضية. الشوط الخامس الذي أعلنت انطلاقته عبر شاشة دبي ريسنج وميدان المرموم تحفة الميادين الذي تنطلق فيه الأصالة والتحديات مع رياضتنا العربية الأصيلة. وهذه الثنايا المحليات في شوطها الخامس انطلقت لتحمل لنا تجدد في مسافة الكبار والرقص مع الكبار في صباح هذا اليوم. انطلق الشوط وانطلقت الآمال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس. مباشرة نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق. هذه الوطن على رأس حربة هذا الشوط وتقود المشاركات بعد الانطلاق. وأحمد بن سالم بن سهيل العامري يقدم الوطن على المركز الأول بينما المركز الثاني ثاني المراكز تأتي في إبداع ويأتي بالإبداع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المركز الثاني بينما المركز الثالث الظبي على المركز الثالث عيسى بالدهيمي بن قافان الخيالي على المركز الثالث بينما المركز الرابع هنا نسير مع رابع المراكز وبن القمياسة تأتي في المركز الرابع وبخيت بن محمد بالحمودي الاكتبي على المركز الرابع. أما شوف المركز الخامس هناك تدخلات وأسماء. خامس المراكز هملولة سلطان بن علي بن تريم الاكتبي على المركز الخامس. والمركز السادس انطلقت هنا السايحة عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري على المركز السادس. سابع المراكز وصلت الظبي سعيد بن قشاط بن سعيد الشامسي المركز الثامن. ثامن المراكز تقدمت في هذه اللحظات جبارة حارب بن محمد بن حمد الاكتبي. والمركز التاسع تاسع المراكز تواجد لصدفة علي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري. والمركز العاشر في هذه اللحظة دخول مشاهدين العزاء من عاشر المراكز وتقدمتنا الشاهينية أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي. هذه العشر المراكز الأولى في المحليات في أول نداها في الشوط الخامس في الثنايا الأصايل الذي تنطلق حاملة كذلك الكثير من التحديات في 8 كيلومتر في الانطلاق مع مسار هذا الشوط. أكملنا النداء وبعد العشر هناك شعارات وهناك أسماء وترقب المزيد في هذا الشوط من التنافس من الأثار من التحدي على أرضية ميدان المرموم مثل ما اعتدتوا في تحفة الميادين بالأثار والحماس في عالم الأصايل. نعود إلى مقدمة الشوط تتقدم المشاركات. الظبي على المركز الأول. الظبي تتقدم المنطلقات تسيطر على المقدمة تقود المشاركات. عيسى بدهيمي بن قافان الخيالي تنطلق على المركز الأول تسيطر على المقدمة تنفرد انفراد كامل وانفراد كلي عن المشاركات. بينما المركز الثاني ثاني المراكز تأتي في الوطن أحمد بن سالم بن سهيل العامري على المركز الثاني. أما المركز الثالث تقدم على ثالث المراكز من إبداع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المركز الثالث. أما المركز الرابع تحرك من رابع المراكز وتتواجد جبارة حارب بن محمد بن حمد الاكتبي في رابع المراكز في هذا المسار. أما المركز الخامس خامس المراكز شوف الدخول وشوف الشعارات والأسماء الجميلة تتقدم على المركز الخامس
الخامس مياسة بخيت بن محمد بن حمودي الكتبي على المركز الخامس، والسادس المراكز تقدمت هنا صدفة، صدفة علي بن حمد بن حسين بن جرحب هناك على المركز السادس. والمركز السابع شوف التحرك من الظبي، الظبي سعيد بن قشاط بن سعيد الشامسي على المركز السابع. والمركز الثامن ثامن المراكز تاتينا الشاهينية أحمد بن سعيد الرميثي. أما المركز التاسع فالتقدم هنا من السايحة عتيج بن عبيد بن سعيد الهاجري. والمركز العاشر عاشر المراكز هملولة سلطان بن علي بن تريم. هذه العشر المراكز الأولى، هذا ندان الثاني في مسار هذا الصباح وتحدياته الجميلة الذي تنطلق في هذا الانطلاق 8 كيلومترات الكبار، والرقص مع الكبار دائما جميل. والظبي هناك على مقدمة الشوط تتقدم المشاركات، ظبي الفلا رمز العطا هناك تندفع بالمركز الأول تنطلق بالمقدمة هناك الظبي على المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام تتقدم الإبكار وتسيطر وتنفرد انفراد كامل عن بقية المراكز. الظبي لعيسى بدهيمي بن غافان الخيالي هو الذي يقدم الظبي على المركز الأول مع لوحة 4 كيلومترات أو مغادرة لوحة 4 كيلومترات ومنتصف المسافة، بدأ العد التنازلي لمنتصف المسافة 4 كيلومترات الأخرى. هناك تتقدم الوطن على المركز الثاني أحمد بن سالم بن سهيل العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث نشوف ثالث المراكز مياسة بخيت بن محمد الكتبي الذي يقدم مياسة. الله يا المركز الرابع الظبي سعيد بن قشاط الشامسي على المركز الرابع. يلا يا سعيد ركز في مسار هذا الشوط وخلك تكون سعيد في انتزاع الناموس والفوز. المركز الخامس الشاهينية في خامس المراكز أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي يقدم الشاهينية على خامس المراكز، وتأتي في المركز السادس من الجانب الآخر وتتقدم هنا الشاهينية سالم بن حمود المالكي. تقدمت ووصلت في نداها الأول تقريبا في انطلاقتها على المركز السادس. نما المركز السابع فالتحرك من سابع المراكز وتقدم اسم جديد كذلك، يا سلام بينونة وصلت، بينونة تحركت عابر بن خلفان الهاملي يقدم بينونة. المركز الثامن ثامن المراكز هنا التواجد مشاهدي الأعزاء من قبل جبارة حارب بن محمد بن حمد الكتبي، وتاسع المراكز تتواجد في السايحة السايحة عتيج بن عبيد بالهلي الهاجري. والمركز العاشر في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء وصلت الضبية محمد بن عتيج بن علي بن خفية الكتبي. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى وندان الثالث، ولكن الشوط يسير بهدوء والهدوء يسبق عاصفة هذا الشوط. بعد هناك لوحة 2 كيلومتر ترقبه ونحن معاديل حزام القابات، حزام القابات وبدت الأمور، بدت السرعة، بدت تحرك، ولكن الضبية ريحت الظبي مشاهدينا الأعزاء. الظبي لا زالت تقود المشاركات، عيسى بدهيمي بن غافان الخيالي هناك يقدم الظبي على المركز الأول، يقدم الظبي على الانطلاق الأول، ولكن شوف القدوم مشاهدينا الأعزاء، شوف التحرك من بقية الأسماء، بدأت التغييرات، بدأت التحركات، بدأ الرقص مشاهدينا الأعزاء، بدأ انحنى الميدان إلى اليسار، وبعد ذلك اتجاهنا إلى المنصة وغيرت الشاهينية. أحمد بن سعيد الرميثي قادت مسار هذا الشوط، تحركت إلى المقدمة إلى المراكز الأولى. الظبي تلتها في المركز الثاني، السعيد بن قشاط بن سعيد العامري كذلك قدمت التحرك وقدمت هذا الانطلاق مشاهدينا الأعزاء، ووصلت الشاهينية سالم بن حمود المالكي تحركت في مسار هذا الشوط وتقدمت كذلك بينونة عابر بن خلفان الهاملي، والسايحة واصلة كذلك، السايحة
متحركة، عتيج بن عبيد بالهلي الهاجري هناك على المركز الخامس وسادس المراكز، وصل شعار بالعضيلي ما ذعنا في العشر المراكز. يا سلام، شوف التحرك، وصل الضجة، وصل الضجة، مظفر بن محمد بالعضيلي العامري ليتسوي ضجة في الميدان، ليتسوي ضجة للمشاركين. الله، يا سلام يا الشوط، الله يا الأمور. هناك كذلك اسم جديد مشاهدي العزاء، أبراج، وصلت أبراج، أبراج مشاهدي العزاء، راشد بالسعودي بن علي الزرعي هناك وصل، وصل بالسعودي كذلك. الله 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 يا هذا الشوط، الله يا مسار، يا مسار الابكار الثنائي المحليات، ولكن الامور في هدوء، الامور في هدوء، الاوامر ما صدرت، ترقب والمزيد، ترقب والعديد، السايحه خطيره يقول ابو سلطان. ويا سلام يا سلام يا سلام، ترشيحات وتبادل راي هنا في الميدان، يا سلام، وتغييرات جميله، تغييرات جميله وتحديات رائعه. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المراكز الاولى، نشوف الثنتين هناك الذي تنافسا على المقدم. هناك غيرت مشاهدينا متابعينا الكرام ضجة، ضجة مظفر بن محمد بالعضيلي العامري وبجوارها، والشاهينية أحمد بن سعيد الرميثي، 1200 السايحة واصلة، السايحة من الجانب الآخر، السايحة عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري على المركز الثالث، ووصلت هناك، وصل المالكي سالم بن حمود المالكي مع الشاهينية، والتحرك والوصول من الشاهينية، سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا المسار وهذا الكيلو المتر الأخير، الأخير، يا سلام، شوف الرقص، شاهد شاهد، غير بن كلثم هناك مع الشاهينية، سيف بن سيل بن كلثم الخيالي إلى مقدمة الشوط، غادت المشاركات الشاهينية، والسايحة من الجانب الآخر، ترقبوا السايحة، تحركت السايحة، ماخذ الجانب اليمين هناك، يا سلام، عتيج بن عبيد بالهلي هناك من يقدم السايحة، السايحة غيرت إلى مقدمة الشوط. الله 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 الله، السايحة مشاهدينا العزاء، وهنا شوف التحرك، شوف الوصول في هذه اللحظات من مذيار، مذيار سعيد بن مطر الرميثي، تحركت ووصلت مذيار مشاهدينا العزاء، وهناك السايحة، وهناك الشاهينية، الشاهينية ومذيار السايحة، السايحة على رأس حربة هذا الشوط، السايحة هي اللي في المركز الأول، عتيج بن عبيد بالهلي على المركز الأول، وصلت مذيار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، مذيار والسايحة، السايحة ومذيار، الأمتار الأخير، الأمتار الأخير، الفوز والناموس قرب 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 من السايحة ومن مذيار. شوف التنافس، السايحة لا زالت، عتيج بن عبيد بالهلي، السايحة صامدة، السايحة صامدة. الله، ساحبت سيارة في الوثبة في ختام العام الماضي. سلام يا المرموم، سلام يا أبو سلطان على الترشيح، يستاهل راعي السايحة اللي هو مشاهدين العزاء عتيج بن عبيد بالهلي، بينما وصلت في المركز الثاني سعيد بن مطر الرميثي، والثالثة لسيف بن كلثم الخيالي، والمركز الرابع ضجة المظفر بن محمد بالعضيلي العامري، والمركز الخامس اللي هي الشاهينية لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي. هذه النتيجة مشاهدين العزاء، وهذه السايحة بعد تحقيقها الفوز وناموس توقيتها الزمني 13 دقيقة وجزء واحد من الثانية، تهانينا لمالك السايحة عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري، وأسعد الله صباحكم يا أهالي المرموم على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني وصلت في مذيار، قطعت المسافة في 13 دقيقة وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك مذيار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على الفوز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز اللي هي الشاهينية، قطعت المسافة في 13 دقيقة وثلاث ثواني، ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا لسيف بن سهيل